كأن العمليات العسكرية لم تنتهِ بعد، وهو ما أكدته الحكومة سابقاً في أكثر من مناسبة، وكأن الدمار الذي خلفته ليس بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعمار. هكذا جاءت موازنة العام 2019 في العراق مخصصة جزءاً كبيراً من نفقاتها لوزارتي الدفاع والداخلية. فضلا عن مخصصات كبيره افردت لميزانيه ميليشيات الحشد بعد اعتمادها رسميا كمؤسسه تابعه للحكومه. اللجنه الماليه النيابيه وصفت موازنه العام 2019 بانها موازنه حملت وجها حربيا، وغلبت نفقات المؤسسات الامنيه والعسكريه على نفقات الخدمات. اما اعمار المدن فلا شيء يذكر. فمخصصات محافظات الأنبار ونينوى ووديالة وصلاح الدين والتأميم كلها مجتمعة أقل بكثير مما خصص لميليشيات الحشد وعلى العكس تماما فقد زيدت مرتبات أفراد هذه العصابات بواقع 24% في الموازنة الجديدة رغم انتفاء الحاجة المفترضة لهؤلاء المسلحين البالغ عددهم 122 ألف عنصر بون شاسع بين القليل المخصص للبيت المدمر والكثير المستمر لمن قام بتدمير هذا البيت. الوجه الحربي ليس العله الوحيده في الموازنه الجديده فثمه علل كثيره احصت اللجنه الماليه منها 47 وقدمتها الى الحكومه من اجل تعديلها. وبعد 25 يوما جاء الرد الحكومي بتعديل تسع فقط ورفض البقيه. وزياده في انهاك العراق بالديون الخارجيه لجأت الحكومه الى الاقتراض من 21 جهه خارجيه لاتمام كلفه الموازنه ومع ذلك كله بلغ عجزها 27 تريليون دينار شوائب وتناقضات كثيره تحيط بالموازنه الجديده تطرح حولها كثير من التساؤلات اين ذهبت مقدرات البلاد ليضطر العراق الى الاقتراض الخارجي وما معنى وصف العمليات العسكريه بحرب التحرير اذا كانت المناطق المدمره وساكنوها في غياهب الاهمال المتعمد وهذا ما لم يفعله حتى المحتلون في البلاد المستعمره